مشاهدينا، وللحديث عن عملية اغتيال الميليشيات الموالية لإيران مواطنا أمريكيا والاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع هذه الميليشيات توازيا مع موافقة الحكومة ببقاء القوات الأمريكية في العراق، معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ دكتور عبد السلام ياسين السعدي. السلام عليكم. أستاذ عبد السلام، هل أنت معنا؟ أي نعم جاهز. نعم، نرحب بك. في أي سياق تأتي عملية اغتيال ميليشيا أهل الكهف لمواطن أمريكي في هذا التوقيت رغم إعلانها سابقا على الهدنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي أستاذ سنان ولكل مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. بالرغم من أن الهدف المعلن لعملية اغتيال المواطن الأمريكي ستيفون ترول، نعم، إلا أنه يمكن تفسير أو إلها عدة وجوه هذه العملية. الهدف المعلن هو كما قيل مقتل سليماني والمهندس من قبل الولايات المتحدة. نعم. ولكن هناك ثلاث أوجه أيضا لتفسير هذا العمل. أول شيء رد الفعل على التقارب بين السوداني والولايات المتحدة ومباركته بتشكيل الحكومة وكما جاء في تقريركم. نعم. ثانيا إثبات وجود إيران في العراق والتحكم فيه من خلال هاي الفصائل المسلحة والتي هي عبارة عن غطاء لأجهزة مخابرات إيرانية موجودة في العراق. نعم. ثلاثة رد فعل إيران عما يحصل فيها من احتجاجات شعبية، وإيران تتهم الولايات المتحدة ما يحدث في داخل إيران. إذا هي تقول رسالتها أنه نحن نستهدف مواطنيكم بالبلدان اللي إحنا موجودين ونسيطر فيها. نعم. طيب لو أما مسألة الهدنة نعم على أي أساس بنيت هذه العلاقة بين الميليشيات والحكومة وواشنطن التي أعلنت اعترافها ودعمها لحكومة السوداني؟ على أي أساس تم بناء هذه العلاقة أو استمرارها؟ أستاذي العزيز، لو نتحدث إحنا عن الولايات المتحدة وعلاقتها مع الميليشيات أو الحكومة العراقية اللي داعمة لهذه الميليشيات، فإحنا نختصرها بكلمة واحدة وهي المقالة. نعم. الولايات المتحدة لا تتحفظ بأي علاقة بقدر تعلق الأمر بالإضاءة في مصالحها. إذا هي حاضرة في المشهد العراقي من خلال السفيرة الأمريكية للحفاظ على نفوذها ومصالحها. نعم. وتعمل أيضا على التقرب من السوداني واستقطابه لكي لا يذهب إلى اتجاهات أخرى. فالولايات المتحدة تجد نفسها هي اللي سوت هذه التجربة اللي تسميها ديمقراطية بالعراق. نعم. وتريد إبقائها وتدور في فلكها قدر المستطاع. إذن المصالح اللي تتحكم بموضوع العلاقة في هذا الإطار. أما التخادم الإيراني الأمريكي فهو حاضر أيضا بشكل أو بآخر، لأنه لا توجد مبادئ أو قيم بعبث السياسة. هناك مصالح وفي مقدمتها مسألة النفط وتخفيض الإنتاج، وإعلان العراق عدم نجاح تخفيض الإنتاج لإعادة بناء اقتصاده. طيب هنا أيضا في ذات الإطار، ما هو مصير وجود القوات الأمريكية في العراق؟ يعني هذه العلاقة المتشابكة كيف ستستمر؟ الميليشيات ترفض على الأقل بالعلن وجود هذه القوات، وبنفس الوقت الحكومة تريد استمرار التعاون ووجود القوات الأمريكية داخل أراضي العراق. إذا تلاحظ أن الميليشيات المسلحة والأحزاب اللي تتبعها، نعم، ما تريد الذهاب التصعيد في الوقت الحاضر، فهم يريدون ان يظهرون بمظهر رجال دوله. لهذا اشوفهم يطرحون خطابات معتدله، ما يريدون استعداء احد او الوقوف بوجه طرف قوي يقلب المشهد عليهم من اجل الحفاظ على السلطه. وتغيير الخطاب مع امريكا ترى جدا طبيعي، نعم، لان هي من اوصلتهم الى السلطه. اما الشعارات اللي نسمعها فهي عباره عن هواء في شبك لا تسمن ولا تغني من جوع. واحنا سمعنا وكل العالم سمع قادة الميليشيات والاحزاب اللي تدعي عداها لامريكا انهم سوف يطعون السلاح بوجه الامريكان. نعم. تهديد مصالحهم وحذروا حتى ايام وتواريخ، لكنه
لم يحصل شيء. المهم وجود شخصية منهم على مصالحهم وسلاحهم. سلاحهم اللي يحققون بهذه المصالح والمغاني. طيب هذا من جهة الميليشيات، أما من جهة الأمريكان يعني مع اغتيال المواطن الأمريكي، هل نحن أمام حملة تصعيدية جديدة من واشنطن ضد هذه الميليشيات التي خسرت أهم زعمائها بالحملة أو العملية العسكرية الأمريكية؟ لماذا تبقي واشنطن على هذه الميليشيات وتوافق على تدويرها في الحكومة الحالية؟ أستاذنا العزيز، مثل ما قلت لك سابقا، هناك تخاذم المصالح بين الميليشيات والأمريكان. نعم. من خلال تقديم الأمريكان للمساعدات للقوات العراقية والأمنية العراقية. نعم. القوات العسكرية والأمنية تتداخل وياها الميليشيات، وموجود الأعداد الميليشيات في هذه المؤسسين. لكن بعد اللي حصل شفنا رد فعل للأمريكان، تصريحات هادئة وضربة أمريكية على الرسم مثل ما صار قبل كم يوم على شاحنات أو صهاريج النفط المهرب بواسطة الميليشيات إلى سوريا، وتدمير الشاحنات وقتل ما يقارب 13 إيراني و54 عراقي. نعم. هاي الضربة، هاي رسالة تحذيرية على أننا موجودين ورافضين لكل تحركاتكم. وعليه أتوقع أنه لا يوجد أي بعد تصعيد آخر بعد هاي الضربة، لأن الحكومة والفصائل ولغاية هذا اليوم هي صامتة، ما حد نطق وقال سواء وزارة النفط أو الحكومة العراقية أو حتى أحد الفصائل المسلحة تبنى أو أعلن عن هذه الضربة. ولهذا يعني أتوقع أنه لا يوجد أي تصعيد بعد هذه الضربة. عبد السلام ياسين السعدي، الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.